بقول لحضرتك ايه، انا عايز اسال بس فضيله الشيخ، في بنت ماشيه في الغلط بتعمل الحرام، هي كانت بنت وبقت واحده ست وماشيه في الحرام في مزاجها، اعمل ايه؟ اتصل باهلها ولا اعمل ايه؟ ده ايه هي عندك في مدرسة؟ لا دي كبيره، دي كبيره، هي بنت كبيره بقى عديت 30 سنه. وانت تعرفيها منين؟ لا انا اعرفها يعني، اعرفها معرفه شخصيه جامده كمان، وعرفت ده واتاكدت بنفسي. فانت عايزة قال اعمل ايه؟ تبلغي مين؟ انا بلغ اهلها مثلا، اهلها بلغ، اقول لاخواتها ولا اعمل ايه؟ وعندها خايفه انا اخوات اعرفها صبيان منها. يعني؟ عندها اخوات رجاله كبار. قال اعمل عندها ايه؟ امها موجودة، تعرفي امها؟ لا امها مع الاسف متوفيه، فانا مش عارفه اوصل اعمل ايه والله معاها، ولا خايفه اخواتها ان انا هيقتلوك. اعرفها ان انا عارفه تاذيني او تاذي اولادي، فانا مش عارفه اعمل ايه. تأذي اولادك؟ ممكن لو عرفت ان انا عارفه، ان انا عرفت سرها يعني. طيب خلاص، شكرا ليكي مدام عايده. واحده اكتشفت ان واحده وهي تعرفها ماشيه مشي بطال، تعمل ايه؟ ملهاش دعوه؟ لا خالص، ولا تتدخل في القصه دي خالص، ولا تدخل في هذا الكلام واطلاقا، ولا تيجي دعوه باخواتها ولا باهلها ولا باي حاجه. كل اللي متاح لينا في هذه المساله هي دعوه الشخص فقط الذي يفعل المعصيه. فقط هو دعوته الى الحق، نقول له ان ده باطل وان ده ما يصحش وان ده ما ينفعش وان منها ده ليه؟ كذا. منها ليها. طيب في ساعات مثلا ما نعرفش نقول له كلام مباشر، يعني ما نعرفش نقول للشخص مباشر، فممكن نعملها له زي حكايه. ان فلانه انا حصل لها كذا، انا عارف، انا بعرف حد في حته الفلانيه بيعمل كيت وكيت وكيت وكيت، بس ده شيء محرم مش انما كذا بتاع. مرفوض تماما لا لا انها لا تروح، اصل هتروحي تقولي لاخوها ممكن يقتلوها مثلا. لا لا، ده يعد قصف محصنات، ده له في حكم عندنا في الشرع، لان هي مش من حقها تقولي الكلام ده كله، لانه قالت الكلام ده كله لازم تجيب 4 شهود شافوها وهي بتعمل القصه حتى دي. لو هي متاكده وشافت حتى لو بعينيها. متاكد، لو واحد لوحده او 3 مع بعض شافوا واحد او واحده في هذا الموطن، لا يجوز انهم يشهدوا عليه، خلاص الموضوع اصلا خلص اصلا. لازم 4، فال4 لما يشوفوا الكلام ده، فانت هتروحي لو ما جبتيش 4 هتبقى القصه فيها مشكله كبيره جدا، وده يبقى قصف محصنات غافلات، وده بقى موضوع كبير. فاحنا ما نخشش في الاتجاه ده خالص. احنا خلينا دايما نبقى فاهمين ان احنا مش هو ده الحل بتاعت المساله، حل المساله انك تدعو الشخص، احنا ما ندورش على الفروع ونسيب الاصل. ما تجيبي الست نفسها واقعدي احكي لها، كلميها، صاحبيها، حبيها، قدمي لها بتاع هدايا، مش عارف ايه، قربي منها، خليها تقرب منك، وهكذا، دعوه بنيه الدعوه. الله، بعدين يعني نفهم، يعني الناس بتبقى متخيله انه هي عايزه تنقذها من اللي هي فيه، فتروح تبلغ اهلها او تروح تبلغ كذا، في حين انه حضرتك بتقول ان ده في حرمانيه. ايوه، ده في حرمانيه انها تبلغ اهلها. أيوة. او انك تفتش سر واحده لجوزها او تفتش. ايوه، ده منهي عنه، ده كله ده منهي عنه، لان ده قذف، لان قذف محصنات، فمش هينفع. لازم يتقال بالنص كده، لازم يكون رؤيه 4 اشخاص كده. طيب أو والعكس بقى فضيله الشيخ، لو رجل، هو الاتنين زي بعض، رجل او امراه، موضوع واحد. والله لا ينفعش واحده تروح تقول لمرات واحد ان جوزك بيعمل كذا ده او العادي بيساوي بقى، كذا. لا ده العادي اللي الستات لا، ما هو ده بيتبرعوا كل ده ويعملوا. كل ده ما ينفعش. ليه؟ لان بص، شوفي، يعني فلانه شافت جوز فلانه مع كذا، واحده فنقول في كذا. مكان، خليكي عارفه فتكلموا. ان الخساره الكبيره او الفساد الكبير الذي سيقع بفرقه الاسره وبتقطيع الاسره اكبر بكثير من اللي انت بتعمليه لسبب ما من الاسباب. فاحنا ما بنتدخلش في الحته دي خالص، احنا بندعو بقول لك صاحبتي ولازم الشخص. انبهها. لا لا لا، ما فيش ده، بالعكس، هي خربت بيتها، هي صاحبتها ولازم تنبهها، دي خربت بيتها، هتروح تقول لها، هتيجي تتطلق، هتعمل مش عارف ايه، تعمل مشاكل مع جوز، ومشاكل يعني من هذا القبيل. وممكن الانسان نفسه كمان يتجرجر في الزمن ده في تجاه الموضوعات دي كلها، وتبقى في مشاكل. احنا مش طبعا عايزين نخش في احنا نهينا ان نتتبع عورات الناس. يعني ما ينبغي الانسان ان يتتبع عورات الناس، وربنا سبحانه نهى عن التجسس. طيب وهي لو ونهى عن حست التحسس. انها ممكن تاذيها او تاذي عيالها، تقفل خالص وما تتكلمش في الموضوع ده. لا، هي، ما انا قلت لك الحل. هي هتقول لها، مش عليها هي، هي الاول لازم تصاحبها، لازم توديها، لازم تقدم لها، وبعد كده تبدا تشرح لها ان في بقى سمعت في التلفزيون، سمعت في مش عارف ايه، يعني الوسائل كثيره جدا للحل.